السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الجزء الثاني من صيد الضيران. طبعا هذا العمق اللي أنا واقف فيه 36 متر في أغلب الطرحات اللي أنا واقف فيها. استخدم سردين الباحة اللي طالع من بحره في نفس اليوم، هو أفضل شيء لهذا الصيد. بعد كذا إذا موجود عندنا الباغة الحية تعتبر ممتازة، أو الكنايا الصغار برضو ممتازة في صيد الكنايد. طبعا اذا جينا نصيد الضيراك احنا لازم نرفع عن القاع 5 باع. الباع هو متر ونص، يعني من يوصل خيطك الى الارض حترفع على طول 5 باع. لا ان شاء الله تبارك الله. تبارك الله، الحمد لله. الحمد لله، ان شاء الله تبارك الله. شوف كيف جاي، شوف شاك من وين، شاك من ظهره من هنا، شوف كيف مصفر داخل مأذومه. تباه ابو دم بعدين ابو
اي والله شايف وليد. جبارك والله ندور عليه.
الله حجم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا من اسماك اللي ما احب اصيدها ولا استفيد منها فراح ارجع البحر ان شاء الله. يلا يا وحش يلا يا وحش. من يوم احس انه يطلع من المويه تحمس في البحر. زمان ما صدتك بالجلب. الحمد لله حجم محترم ما شاء الله تبارك الله. أهجد أهجد الله أهجد. طيب بالنسبة للكنعد أنا بستخدم الجلبان هذه والسنانير هذه اللي موجودة. طيب استخدم أي مصفر موجود استخدمه، واحب المصفرات اللينه اللي يعني ايش تقدر تلفها زي كذا زي كذا وانت مرتاح. هذا المصفر ممتاز، واستخدم المصفر العدني اللي بالربط، قد شرحت عنه اول ونزلت فيديو كامل في اليوتيوب عنه. هذه بس تقويد، كنت قودها بالطريقه هذه. كناية ما هي ندور الوحش. الحمد لله طيب معليش نرجع مرة ثانية. اوكي اي مصفر تجيبه من المصفرات هذه الامريكية لين، اي مصفر لو تاخذ من السوق المهم انه يكون ممتاز صراحة ويتحمل. بس لفه زي كذا لين ترجع من الفتحة هذه، خلاص تشد من الطرفين، شد من هنا وشد من الجهة الثانية، رجع بيدي خلاص. خلاص رص عليه بالزر هذه ويصير ممتاز ان شاء الله. خلاص نفس الطريقة حتى الربطة هذه نربط من الجهة الثانية مدور مدور، مهم صراحة أساس التيارات والمد ما يتلخبط عليك الخيط، فتنزل ينزل الخيط بالشكل هذا. هذه فائدة المدور، وبعده رصاصة خفيفة وانتهينا. Thank you.
ما شاء الله تبارك الله. هذا الثالث ما شاء الله. سبحان الله لازم ارد كم رده لين يجي. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله. قبل ما ننهي الحلقة أنا حاب أتكلم عن الدورة اللي أنا مقدمها، اللي هي دورة خليك بحار اللي موجودة على موقع أكاديمية تركوازي. طبعا هذه الدورة فيها تقريبا إلى الآن 30 مادة تعليمية، وكل أسبوع إلى أسبوعين إحنا راح نضيف مادة جديدة في هذه الدورة. طيب بالنسبة للدورة، الدورة مسجلة أونلاين. أنا حاب أوضح لكم وأخذ من وقتكم كثير، بس أساس الشباب اللي يسألوني دائما مو عارفين إيش الطريقة أو كيف طريقة الدورة. الطريقة هي مسجلة فيديوهات مسجلة أونلاين موجودة في هذه المنصة، منصة اسمها أكاديمية تركوازي، راح أحط لكم الرابط في أسفل هذا الفيديو. تقدر تشترك فيها في أي وقت يناسبك، يعني أنت حبيت تشترك بكرة الدورة موجودة عندك، حبيت تشترك الساعة 3 الفجر شوف الوقت اللي أنت يناسبك، وممكن أن أنت تعيد الدورة كذا مرة، والدورة مسجلة أونلاين تقدر تعيدها مرة مرتين ثلاثة، موجودة لك طول العمر إن شاء الله. هذا الشكل الأساسي، أول ما تفتح الرابط عندك حيطلع لك زي كذا أكاديمية تركوازي، وحتنزل تحت هنا تعرف على مقدم الدورة، كتبت شوية سطور معلومات عني ايش قالوا عن دورتنا. طيب هذه الدورة الان، هذه الناس المشتركة عندنا في الدورة وهذه آرائهم كاملة موجودة عندنا، سواء كانت ايجابية او سلبية. الحمد لله ما في شيء سلبي صراحة، يعني الامور الحمد لله طيبة والتعليقات جدا ممتازة، والتقييمات الحمد لله اغلبها 5 نجوم. هذه بالنسبة للدورة اللي موجودة، هذه بالنسبة لتعليقات الشباب اللي مشتركين معنا في الدورة. طيب احدث الدورات اللي عندنا موجود، اذا حبيت تشترك راح تضغط على هذا الزر اللي هو اشتري الآن، سعرها الآن 249 بعد الخصم، فيها حاليا 30 مادة تعليمية. قبل ما تشترك في الدورة أنا أنصحك تنزل تحت لين توصل إلى تعرف على جهاز المواقع والأعمق، هذه المواضيع أو الدروس اللي موجودة في نفس الدورة. لو ضغطنا على تعرف على جهاز المواقع والأعمق
زي كذا راح يطلع عندنا مجموعة مواضيع في نفس هذا الدرس. طيب عندنا مقدمة عن جهاز وقائمة الأزرار، عندنا المخططات وإنشاء وإلغاء الإحداثية، إعدادات السونار، شرح الخريطة البحرية، الإعدادات العامة والمسارات البحرية. هذه كلها دروس موجودة في جهاز المواقع والأعماق. إذا قفلناها ننزل تحت نخلص نروح الدرس اللي بعده اللي هو الملاحة البحرية. الملاحة البحرية برضو فيها 6 مواد، مثلا الفرق بين الظهار والعرق والكسارة، فائدة الكسارات والخضارات وخطورتهم، دلالات ألوان البحر، العوامات البحرية، أنواع الهواء وأهميته، وأنواع التيارات البحرية. هذه كلها في الملاحة البحرية. المرساة والبروسي فيها برضو مواضيع كثيرة موجودة عندنا هنا. لو نزلنا تحت التضاريس البحرية فيها مادتين، تعرف على جهاز، تعرف على التضاريس البحرية وشرح مواقع الأسماك بالخريطة، يعني أنت كيف تعرف الأسماك اللي موجودة في الخريطة البحرية، كيف تعرف مواقعها. طيب مواسم الصيد، موسم الصيد أوقات مواسم الصيد شرحته كامل. كيف تعرف مواقع مواسم الصيد؟ يعني عن طريق الخريطة اللي موجودة عندك أنت كيف تعرف أنه هنا ممكن يكون مواسم للصيد. ممكن أنا أستهدف سمك التوين أو سمك الناجل، كيف ممكن أطلعها عن طريق الخريطة؟ كيف أبحث عنها؟ لها طريقة موجودة هنا مسجلة. طبعا أنا برضو مسجل لكم الوقت اللي هو مثلا زي هنا 5 دقائق أوقات مواسم الصيد. كيف تعرف مواقع مواسم الصيد؟ 8:49 ثانية، 8:49. عندنا القوارب والمحركات، تكلمت عن أنواع القوارب، تشتري قارب جديد ولا مستعمل، محرك واحد أو محركين، إيش الفرق بينهم، إيش مميزاتهم، إيش عيوبهم. عندنا أنواع المحركات البحرية، تكلمت برضو عن صيانة المحركات الأساسية. طيب برضو شرحت عن تطبيق ويندي، وتكلمت برضو عن السلامة البحرية في 8:20. أنا مسجل لكم كل حاجة موجودة في الموقع، تقدر تدخل على الرابط اللي موجود في الأسفل. إن شاء الله ما أكون طولت عليكم، وأي استفسار أنا موجود إن شاء الله. نشوفكم إن شاء الله في حلقات ثانية. لا تنسونا من دعمكم بزر اللايك، وكل عام وأنتم بخير من العيدين، وفي أمان الله، مع السلامة.